Entonces, esma, hoy Podemos lanza su propia iniciativa para aliviar la economía familiar. Quieren topar las hipotecas de tipo variable para las familias vulnerables. كما سمعتوا مقترح جديد من الحزب ديال بوديموس بالنسبه للناس اللي عندهم ايبوتيكاس اللي شاريين الدار بالتيبو ديال الانتريس فاريابلي المتغير ماشي الناس ديال الفيخو طلع لهم بزاف تيبو ديال الانتريس اليوم يولاندا دياس اللي هي كترأس الحزب بوديموس مره اخرى كتخرج مقترح جديد باش الناس يبقاو يخلصوا نفس الثمن يعني المده ديال سنه ولكن هنا غادي نشوفوا هولندا هولندا كتفكر ojo porque estaríamos hablando de cerca de un millón de hogares es una operación que se llevaría a cabo a través de la creación de un fondo millonario que una parte de ese fondo estaría financiado por las propias compañías energéticas esta es una medida de ayuda más هولندا كتفكر تخلص للناس كل شيء يعني الضوء والغاز هذا هو المقترح ديال بصح يعني هولندا الناس العائلات المعوزه غادي يخلصوا لهم كل شيء كل شيء غير خصك تثبت باللي راك ما قادش تخلص اخوان الاخوات المغاربه سلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برسلونه في كل مكان ودائما وابدا كما العاده كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال ونبداو على بركه الله ونمشيو ونشوفوا المقترح الجديد ديال يولاندا دياس اللي كترأس الحزب ديال بوديموس كما عارفين يولاندا دياس هي كانت صاحبة المقترح ديال القفة ديال 30 منتوج ب 30 ديال الأورو اللي تلقات انتقادات كثيرة وكثيرة بزاف دابا كما عارفين يعني كاين الارتفاع ديال تيبو دينتيريس خاصة تيبو باريابلي المتغير بزاف ديال الناس القرابه ديال 75% اللي شاريين الديار هنا في اسبانيا شاريين بالتيبو باريابلي المتغير فيخو ما كيتحركش باش نكونوا عارفين مزيان باريابلي يعني كيتحرك ودابا يعني طلع الايروبور طلع واحد 2% يعني القرابه ديال 150 حتى 200 الاورو في الشهر اللي غادي نخلصوا بزياده زيد عليها الارتفاع المهول ديال الاسعار ديال جميع المواد الاساسيه المحروقات الغاز الكهرباء فهنا الانسان يعني او الاسره الضعيفه راه ما غاديش تيرار باراديلانتي هنا كاين مقترح جديد ديال يولاندا دياس اللي هو السنه كامله يعني باش ما تطلعش داك 100 150 الاورو نشوفوا هنا يعني الطريقه التي ستكون بها الرهون العقاريه المتغيره مع الحد الذي اقترحه مع الحل الذي اقترحه بوديموس حزب بوديموس يعني الاجراء الذي اقترحه الحزب الارجواني يعني توفير ما بين 100 و 150 الاورو للاسر الضعيفه يعني نشوفوا الفيديو اخوتي نحلوا الفيديو ونكملوا خليكم معاه ولكن قبل ما نمشيو الفيديو عطيونا اللايكات ديالكم عافاكم اذا ما درناش على اللايكات اللايكات مقطوعين المهم نسمعوا هنا Podemos no quiere quedarse atrás. Hoy Podemos lanza su propia iniciativa para aliviar la economía familiar. Quieren topar las hipotecas de tipo variable para las familias vulnerables. Que la banca no pierda dinero, aunque gana menos. Evitamos que las familias caigan en riesgo de exclusión. Hacemos que puedan pagar la hipoteca y también evitamos que pueda haber impagos o que pueda haber morosidad. كيقول باللي البنكة نونكا يعني ما عمرك تخسر فلوس وهنايا يعني بهذا المقترح هذا ايفيتاموس غادي نحاولوا باش العائلات ما يمشيوش للزنقه واللي غادي يحاولوا يعملوه هو باش ميكون باش الناس تخلص يعني كل شهر وباش ما يكونش الموروسيتا فالي Vamos a poner un ejemplo concreto. Dabba gati a'tiu mathal. Vamos a ver cómo quedaría una hipoteca media con ese plan. Javier Gallego. Pues Sandra, quien tenga ahora mismo una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, que pagaba hasta ahora una letra de 565 euros, con la subida del Euribor, que ahora mismo lo tenemos por encima del 2%, pasaría a pagar 711 euros, 146 euros. Yani el Euribor, claro, 2%, الناس اللي كانوا كيخلصوا 565 غادي يرجعوا يخلصوا 711. ¿Vale? فهاد السوبيدات. Y duraría un año. Las hipotecas a tipo variable representan el 75%. ودابا وبالمقترح ديال بوديموس فاميلياس الفاميليات المعوزه الضعيفه الاسر الضعيفه ما كنتش ننتسون ان البي ان يو راول ماركت ايلوس ديسن كيس اوترو بارتي
Efectivamente, ven que es otro parche que forma parte يعني podemos lanzar esta propuesta يعني بلا بشركها مع الحزب الحاكم اللي هو الحزب ديال البوسي PSOE عفوا وبالنسبة لي لهم هذا بارتشي بحال البارتشي ديال الكوفة اللي تلقى في الانتخابات كما قلت لكم. Que dice el PSOE que lo va a estudiar con cariño, que lo va a estudiar, pero poco más porque a poco se les escapa que la propuesta de Podemos se podría haber hecho dentro. أنا بالنسبة لي اللي بعد على الأقل هذا الحزب هذا كيتحرك واخا ماشي شي حاجة اللي هذا ولكن Podemos ya le ha presentado su plan al PSOE. Queremos que la propuesta le pueda resultar sensata. Se trata de este documento en el que plantea limitar durante un año. والجوبيرنو يعني رد وقال اللي هو كي استوديار يعني هذا البروبوست هذا المقترح. Y estoy convencido que la estudiará con mucho cariño. A quien no convence de momento es a los socios de investidura que tienen otras propuestas. Un año. Estaría bien crear un fondo de rescate. العائلات المعوزة، الأسر الضعيفة، يعني al menos un año. Determinada por una ideología previa, que es el comunismo. Que es muy dañina. Puede ser incluso también ilegal. El PP acusa a los partidos del gobierno de buscar titulares populistas, generar humo y más humo para no afrontar la situación que los españoles viven en las cestas de las compras o en las hipotecas. Esto es un gobierno escacharrado absolutamente. Recomiendan al Ejecutivo. Bueno, ahora la respuesta del Ahzab. باقي الاحزاب هنا في اسبانيا شوف شنو كيبان لكم اخوتي المهم هنا نكملوا يعني وبهذه الطريقه سيخضع اقتراح بوديموس الحد من المعدل من 2% الى 1% حيث يشهد الرهن العقاري المذكور زياده قدرها 7 ديال الاورو فقط شهريا ويستمر في دفع 572 يورو مقارنة ب 711 ديال البور يعني باش الناس مثلا اللي عنده اون هايبوتيكا يعني ديال ماسوميروس ديال 150 الف الاورو فعاود دابا غادي يرجع يخلص 711 هذا المقترح ديال بوديموس يعني دورانتي اون انيو يبقى يخلص غير داك 700 غير داك 572 هذا حل ولكن هنا نقولوا حنا الرؤساء ديال باقي الاحزاب كيقول لك اودي يعني غادي يكون هذا الحل هذا ترقيعي والسنه اللي ما السنه الاخرى ربما غادي بوز دي انتريس يطلعون هاد الناس دوبلي يعني كيقولوا بلي هذا ماشي حل ثم ما عرفتي اخوتي شنو كيبان لكم هذا المقترح هذا حسب الرهون العقاريه بعد اقتراح بوديموس اذا اخذنا كمثال رهنا عقاريا قياسيا يتم حسابه بمبلغ 150 الف اورو يتم دفعه في 25 سنه بمؤشر متغير بنسبه 1% فان الدفعه الشهريه ستترجم الى حوالي 565 ديال الاورو مع ذلك ومع الارتفاع الذي يبلغ الان 2 فان هذا الرهن العقاري نفسه يعني الايروبور في سيشهد زياده قدرها 146 ديال الاورو شهريا ليصل الى 711 ديال الاورو في الشهر يعني غادي يرجعوا وهو يعني سيغيرا سوبيندو يعني غادي يزيد يطلع يعني ما كاينش اشارات كتقول باللي ربما في هذه السنه المقبله يتوقف ينزل ولا هذا نو كيقول لك هذه هي البدايه وهادشي هذا غادي يزيد يطلع وما ربما نرجعوا لذاك البربوخه ايموبيلياريا ديال شحال هذه ديال السنوات ديال 2008 وذاك الوقت هذا اللي هنا الناس بزاف ديال الناس صراحه اللي ما كانوش عارفين وكانوا كيشريو دابا بدون ما ندخلوا كما قلت لكم التفاصيل ديال حرام حلال هذا دابا حنا كنهضروا على عندنا واحد الواقع كنعيشوه يعني كنحاولوا نعالجوه ماشي حنا هما حنا غير كنشاركوا معكم يعني الطريقه كيفاش غادي يعالجوا هذا المشكل هذا كما قلت لكم السنوات ديال ما بين 2000 2005 الناس بزاف كانوا كيشريو يعني كان الايبوتيكا كيعطيوها بدون ضمانات غير كيعطيوك وصافي وكانوا الناس والبنوك كانوا كيطلبوا دائما كانوا كيعطيو الانتريس ديال المتغير التيبو انتريس فاريابل يعني المتغير اللي دابا ساعه كيتغير يقدر يطلع حتى السما الناس كانوا كيخلصوا 500 رجعوا كيخلصوا 1000 وقليل في كيهبط دابا هذه كنظن واقيله من 2011 ما طلع دابا الاول مره غادي يطلع وطلع ما وباقي غادي يزيد يطلع ودابا هذا حل يعني في السنه الاولى يعني ما يطلعش يبقى بداك الثمن هذاك ومن بعد مدبرها حكيم المهم اخوتي هذا المقترح الجديد ديال الحزب ديال بوديموس حنا عارفين الحمله الانتخابيه وكل الاحزاب كتبغي تبين وهذا اللي ربح الاصوات المهم بعد على الاقل هذا الحزب راه كيتحركوا شويه ودائما هذا الحزب معروف يعني كيدافع على الطبقه المعوزه على الاسر الضعيفه
ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى يكون هذا حل مناسب باش الاسر ما تشرتش. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده. واليوم نتفرجوا في بارسا باير افيرسي. السلام عليكم.